الماده السيرفايكال سيرفايكال دي موقعها في الصوره
بس الصراحة هي الرسمة هي أرض من كتب سنة. هي المفترض أن تطلع على الرسمة على الأرض ده اللي هو الانفيريور شيرير الأرض. دايما أنا برفعها سنة عشان أوري الأرض. مفيش تاليها الأرض اللي اسمه الكومن كارد الأرض. يبقى الميدل سيرفايفل سيرفيسات الجاية دي هي محشورة بين تو أرتيز. واحد سوبرفيشال اسمه كومن كارد الأرض والتاني جيل اسمه انفيريور شيرير الأرض. الانتيريور سيرفايكس والمسات الجانيون ده لسه حاجة قايلهم عليها بس اهم حاجة في الروتيشن بتاعتها انها موجودة ورا الارض ده عشان كده بنقول ارض الارض ورا الارض اللي اسمه الفيرتبرا ارض. يبقى دي الروتيشن بتاعت التلاتة الجانيون بينهم يبقى سوبرفيش ليها الانتيريور كاروتيد وجود ليها اللوكاس كابيتس الميدل محشورة بتوين تو ارتريز الكورة الكاروتيد والانتيريور ثيرويد الانتيريور موجودة دي للفيرتبرا. البرانشز بتاعتي. ان جنرال ودي القاعده إيه لما طلع السيمباثيتك اوت فلو دي صحيح مشروع في الثوراسيك ريجن لان هنا ليها مدخل يعني. لكن ان جنرال القاعده واحده ان الفايبرز لما بتوصل لغايه الجانجليون بيطلع عندي بعد الريلي 3 تايبس اوف برانشز. 3 تايبس اوف برانشز اما كوتينيوس يا باسكلر يا فيسرال برانشز. يعني انا بقول لكم الجانجليا في النت وصلناها بين الجانب فايبرز. صحيح هي الصوره دي مش معبره بالنسبه لي. ليه؟ لان المفروض الفايبرز هتيجي وهتطلع قبل ما توصل لبين الجانب. لو اتغرضنا عن الكلام ده اي فايبرز بعد ما طلعت من شي واحد واثنين ووصلت سوبيريور او ميدل او انفيريور بتعمل ريليه في الجانجليا. بعد ما بيحصل ريليه البص للجانب فايبرز رايحه فين؟ البص للجانب فايبرز بتاعتي رايحه حاجه من الثلاثه. يا اما رايحه للجانب دي اسمها كوتينيوس برانشز. يا اما رايحه نسميها فاسكولار برانشز. يا اما رايحه لاورجن اسمها فيسرال برانشز. يبقى عندنا البرانشز يا اما كوتينيوس يا اما فاسكولار يا اما فيسرال برانشز. يعني الجنرال برضه انا مش هعرف تفاصيل فيسيولوجي لكن الكوتينيوس برانشز المفترض ان هذا يحصل بقى ايه؟ supply blood vessels, supply sweat gland, supply electrolyte muscles. يبقى عندنا هنا شو؟ يبقى اي جانب من ورا اللي شرحته في الاكاديمي اقول لكم ان ليها ثلاث انواع من البرانشات. يبقى كوتينيوس برانشز يا باسكولار برانشز يا فيسرال برانشز. الكوتينيوس برانشز دي بتوصل ازاي بقى؟ الكوتينيوس برانشز دي بتوصل عن طريق فرع الرمادي اسمه جراي ريماس والجمع اسمه جراي ريماس. والجرين لاين بتبقى كونكتد مع السباينال نيرفز. يبقى دايما انا بقول لكم ان عامله كونيوكيتنج برانشز مع واحد من السباينال نيرفز وتبقى كان اسمه ايه؟ يبقى دي هي الكونتينيوس برانشز. يبقى عندنا البرانشين الشورت بتاع الجانجلي يا اما كونتينيوس يا باسكولار يا فيسرال برانشز. تعالوا نطبق الكلام ده على القصه بتاعتنا. عندنا السوبيريور وعندنا ميدل وعندنا انفيريور. عندنا ثلاث انواع من البرانشات زي ما قلت لكم. كورنيوكيتي برانشز دي الكوتينيوس يعني وبعدين باسكولار وبعدين بريسفال برانشز. ده السبب السيمباثيتك تشيب بتاعتنا. ادي السوبيريور سيرفايكال سيمباثيتك جانجليون ادي الميدل سيرفايكال سيمباثيتك جانجليون ادي الانفيريور سيرفايكال سيمباثيتك جانجليون. الاقي السوبيريور سيرفايكال سيمباثيتك جانجليون بتدي كورنيوكيتي برانشز لاول اربعه سيرفايكال نيرفز واخر اربعه كورنيال نيرفز. Yeah.
تصبروش المايك بس المسافه الجايه. الا ان مفيش تقريبا كل الشاب اللي عمل الكتاب المتكامل قناه الارض الا القليل اللي جاي. يبقى الاربعه جايه من اللي احنا خدناهم الفايروس المسافه قبل كده، لو انت رجعت للاورجن بتاعك اللي هو السلسله سبان كلهم في النهايه طلعوا من السوبيروس المايك بس المسافه الجايه. طيب الفاست لابريشن اللي طلع من الميدلس المايك بس المسافه الجايه Muscles
يوجد سمكري. لو واحد عايز يوصل كده ايه هيجي القلب ده؟ مصد زوج يوجد سمكري. ايه؟ سته اسمه ميديا سته، يبقى المصد بتاعت القلب موجوده يمين وموجوده شمال، يبقى زي ما هنقولها يمين وشمال. يبقى انا لو عايز اوصف القلب لازم اوصف الميوكس ميمبرين ولازم اوصف الماسلز، وبعدين اخلص الحاجات الاخرانيه اللي هي سبلاي البلاد سبلاي الفات الدرينج اند سو اون. طيب نبتدي بالميوكس ميمبرين بتاع القلب. اوصفه ازاي الميوكس ميمبرين بتاع القلب؟ علشان يوصف القلب قال القلب دي ابر سيرفس، ده واحد فتح حقوق وادي القلب، وده واحد رافع لسانه وادي الطبق. يعني الطبق دي upper surface ولور surface. الأبر surface ده يسموه في الاعداد dorsal surface، واللور surface يسموه ventral surface. ولو تخيلت ان في كلب واقف ومطلع لسان وكلمه ventral يعني بطن ودورسال يعني ظهر، يبقى هينطبق الكلام ده على الطبق. الطبق يبقى طالع كده من الكلب، يبقى الفص اللي موجود ناحيه البطن هو موجود فوق هو الدورسال، وهكذا وصف الطلب في اللغه الانيمال وفي الهيومن بينج. يبقى الابر سيرفيس هو الدورسال سيرفيس واللور سيرفيس هو الفنترال سيرفيس. يبقى الطلب دي تو سيرفيسز، دورسال سيرفيس اي مين اللي هو ابر سيرفيس، وفنترال سيرفيس اي مين اللي هو اللور سيرفيس. طب نبتدي بالدورسال سيرفيس. الدورسال سيرفيس جنرال سبيكينج مكون من جزئين. الجزء الاولاني بيبقى موجود في الاورال كافيتي وبرضه عليه من اورال بار، والجزء تشوفه الا بقى لو واحد مات بقى او واحد دخل لارنجس فور او ريفر، ده الجزء ده عامل الجزء الفارس الانجيمال وورد اوف فارس، مش ممكن حد يشوفه الا واحد ميت بقى او حاجه زي كده، اسمه فارنجيال بار. يبقى عندي الطبق بيتقسم لانجيمال تو ثيرد اسمه اورال بار، والبوستيريور وان ثيرد اسمه فارنجيال بار. يبقى الطبق بتقسم لانتيريور تو ثيرد وبوستيريور وان ثيرد. الانتيريور تو ثيرد اسمه اورال بار، ده اللي انا بشوفه مهما عملت شكرا. اما البوستيريور وان ثيرد هو الفارنجيال بار. الجزئين دول مفصولين عن بعضهم بالسالكس. بطلع على السالكس كده سالكس ترمينال او ترمينال سالكس. سالكس نهائي من السالكس يعني حفرة. الايبس بتاع السالكس ترمينال اسمه فرن سيكا، زي فرن سيكا اللي موجود في الانتيريور كرينيال فوسا. كلمة سيكا يعني اعور يعني مسدود. من هنا من الحتة دي كان بداية جلاند في الامبريولوجي اسمها ثيرويد جلاند. يبقى باختصار يبقى الطلق مكون من جزئين انتيريور تو ثيرد ده اسمه اورال بار، وبوستيريور وان ثيرد اسمه فرنجيال بار. الانتيريور تو ثيرد موجود في الاورال كافيتي، والبوستيريور وان ثيرد موجود في الفرنجيال كافيتي، عامل الانتيريور وول اوف ذا فارنكس. الصورة دي عشان اوريكم ان البوستيريور وان ثيرد مش ممكن اقدر اشوفه الا بقى بحيرة من الحيرة زي الدايركت لارنجسكوب يعني بالنظام ده. بيتميزوا ايه هما الاثنين؟ اختصار الانتيريور تو ثيرد بيتميز بوجود حاجة اسمها بتهيألي درستها في الاستراتيجي الكلام ده. وانا لسه
موجود في الجنكشن هنا في السايد وول زي الراجتس بتقع عليك من البابليه كليات دي مش موجوده في الهيومن. يبقى عندنا البابليه بتعمل الرفنس للسيرفيس وغالبا بتحتوى على التست باتس بس مش لازم تحتوى على التست باتس. يبقى عندنا يبقى الاورال بارت يتميز بوجود البابليه اما الفرنجيال بارت ما يفوقوش معاه. العكس بقى في الفرنجيال بارت هو وجود كوليكشن اوف ليمفويد تيشو. الكوليكشن اوف ليمفويد تيشو ادي الاورال بارت بالجزء ده اللي اسمه الفرنجيال بارت يتميز بوجود كوليكشن اوف ليمفويد تيشو دي للميوكوزا ساب ميوكوزا بيطلقوا عليك الاثنين جوالتونس. ليه جوالتونس مش الدرس اللي انتوا تعرفوها يعني مش هي دي اللي انتوا تعرفوها خالص. يبقى عندنا هنا دي اسمها لينجوال تونس. يبقى فولد ده قطع عليه انه فيبريتد فولد. ايه فيبريتد فولد ده ان جنرال؟ هو
ما اقصدش حاجه والله الاكسبريشن بتاع الذهن بس. يبقى عندنا الليترال سيرفيس، عندنا ثلاث حاجات ترايبر وديبنج وبين وفبريتد فور. كده يبقى احنا وصفنا الدورسال سيرفيس، وصفنا الليترال سيرفيس، يبقى انا خلصت النص الاولاني بتاع الكرم اللي هو الميوكاس. النص الثاني طبعا بتاع الكرم هي المص. يبقى كل اللي انا وصفه يمين وشمال. العضلات بتاعت الكتف بيقسموها في الاناتومي لجزئين. وقلت الكلام ده قبل كده بس بقوله مره ثانيه، اكسترنسك وانترنسك ماسل. اكسترنسك يعني الاورج بتاعها خارجي، وبعد كده تيجي من تحت الريبس والبرين او الواي وهيك وتدخل. يبقى عضلات خارجيه. سمعنا الاسامي كلها بلا فاصل. على الاقل في ثلاثه سمعناهم، والرابعه العضلات اللي اسمها ستايل بروسس، هاي بروسس، جينيو بروسس، بنات بروسس. يمكن دي هي العضله الرابعه اللي يعني اول مره يمكن نسمعها او تاني مره نسمعها. يبقى ستايل بروسس، هاي بروسس، جينيو بروسس، بنات بروسس. لكن في عندك مصرز ثانيه موجوده جوه حيز الطلب، كلها جوه حيز التشمبرين. بس ما سمعناش عليها اكيد يعني. مصرز مواجهه للابر سيرفس اسمها السوبيريور لونجيتيرال. زيها مصر موازية للانفيريور سيرفيس اسمها انفيريور لوجيتيمال. ومصر ماشية للعرض اسمها ترانسفيرس. ومصر ماشية للطول اسمها فيرتيكال. أربع أنواع ما سمعناهمش لأن هما جوه حيز الميوكاس ممبرين. أورجن والإنسيرشن بتاعهم الميوكاس ممبرين. السترونال إيه ورا قدام ماسكة في الميوكاس ممبرين ورا قدام. زيها انفيريور لوجيتيمال ماسكة في الميوكاس ممبرين ورا قدام. ترانسفيرس ماشية الميوكاس ممبرين السيطر، الفيرتيكال جايبه من الدورسال للفنترال سيرفيس. المهم العضلات اسمها انترنسك ماسل. يبقى العضلات بتاعت الضرب ما بين اكسترنسك ماسل وانترنسك ماسل. ان شورت انا عارف ان مفيش عضله الا قلتها، طبعا دي رسمه مرارا وتكرارا اتخذناها. العضله دي كانت اسمها جينيو بروسس، انا متاكد ان انا شرحتها كويس. هايلي بروسس شرحتها. ستايل بروسس برضه شرحتها مع ستايلويد ابريتس. فالعضلات بتاعت الطب دي انا متاكد ان انا شرحتها كلها. لكن يعني لو انت عايزين بسرعه ده برضه هي الرسومات. جينيو بروسس بسرعه او كانت طالعه على حاجه اسمها السوبيريور جينيال جينيركل، والانسيرشن بتاعها الانفيرور بار ماسك في البادي بتاع الهيومن بون، والسوبيريور ميدل ماسك في الانفيرور سيرفيس في الكلينس اوف انفيرور سيرفيس بتاعت الطب. يبقى دي عضله اسمها جيني بروسس، والعضله اللي قلنا بنستخدمها لو حد عايز يبص بيه، لو العضله اليمين اشتغلت بتعمل بروتروجن شمال، لو الشمال اشتغلت بتعمل بروتروجن يمين، لو الاثنين مع بعضهم اشتغلوا يعملوا بروتروجن لقدام. وقلنا في العضله دي ان هي الموست باركيز او باركست ماسل، ذا موست باركي ماسل او باركست ماسل، وبالطول بتاعها بتخلي الدم موجود في مكانه، ولو فقدنا الطول ممكن الواحد يبلع لسانه. وطبعا احنا اتفقنا مع بعضينا ان هم بيشوفوا بيعملوا تيستنج للهايبوبوستر عن طريق العضله دي، يقول الواحد طلع لسانك، لو اللسان انحرف لناحيه يبقى هو بيشاور على النرف اللي موجود. الكلام ده شرحناه مش حاجة اقوله تاني علشان ما نضيعش وقت. العضله الثانيه اسمها هايبوبوستس ان شورت، دي كانت طالعه من الجريتال هور بتاع البادي بتاع الهايين بور، وبعدين الانسيشن بتاعها في البوستيريور هاف مش في كل الناس بتاعتها، والاكشن بتاع الدبريشن في الطب. ثالث عضله اسمها ستايل بروسس، برضك شرحناها مع الستايلويد ابريتس. ان شورت كانت الكورج بتاعها طالعه من التيب اوف ستايلويد بروسس، والانسيرشن بتاعها ماسكه في الهول ليز بتاع سايد وول اوف ذا تاب. العضله دي كويس بتعمل ريتراكشن للتاب، يعني بتشد ابور اند باك. فالعضلات دي انا متاكد شرحتها كل واحده في مكان ما في المنهج. يمكن العضله الجديده اسمها بلاد بروسس، دي ما شرحتهاش. وهتتشرح مع الثلاث مرة تانية. فالمهم هقولها برضك ولما يجي البلد ان شاء الله هنكون عربي. ان شفت العضلة دي اسمها بلد البروسس، الرسمة دي رسمة تقريبية بس حلوة صراحة. ده ادي كويس البلد بتاعي. البلد الجنرال لما نيجي نشرحه هو عبارة عن هارد بلد، يعني عض، وسوفت بلد. سوفت بلد يعني مرة
كانت الميه ساقعه جدا، يبقى عندي بيل في تاتش تمبريتشر. وفي عندي طبعا سناب مش موجوده هنا في الطبق، هي بتنسي سنسيشن، ملوخيه طعميه فول اند سو اون. يبقى عندنا نوعين من انواع السنسيشن موجود، فلازم اقول جنرال سنسيشن والتنسي سنسيشن. الانتيريور تو ثيرد اوف ذا طبق بتاخد جنرال سنسيشن من 10 رقم 5. ليه ولا ليه ولا ده اصل من المانديبولار اوبريشن ده. والتنسي سنسيشن من العصب اللي مشي مع الليك ولا ده. بطريقه الكفاح اللي اسمه الكور ده بالعرض. يبقى الانتيريور تو ثيرد اوف ذا طبق الليك ولا بيدي جنرال سنسيشن، واللي هو الكور ده تبقى معاه بيدي تنسي سنسيشن. يبقى عندنا هنا يبقى ده طبعاً المستير والفيرد أو الضغط يجي سواء جنرال سنسيشن أو تنسي سنسيشن من العصب اللي اسمه جلوستو فرنجيال. جلوستو فرنجيال ده بيدي جنرال سنسيشن وتنسي سنسيشن. لو رجعنا للجلوستو فرنجيال أنا قلت لكم بيدي 3 جي و2 اف و1 مرودة، والثلاثة جي كانت تمبري وتون سيفر والتمبري اللي هو رايح للطعم. أهو التمبري اللي سواء جنرال سنسيشن او تنسي سنسيشن. بيقال العصب رقم 10 وده بيدي برنشن اسمه انترنال لارنجيال، ده بيدي الموست بوستيريور بارت اوف ذا طعم، اخر حته خالص في الطعم بتاخد من العصب رقم 10 اللي اسمه الانترنال لارنجيال. يبقى عندنا هنا البوستيريور وان ثيرد ما بين الحاجتين الجلوسيف لارنجيال يس بيدي جنرال تنسي سنسيشن، لكن الانترنال لارنجيال بتاع الفيروس يبقى باختصار الانجيريو بيستر بياخد جنرال سنسيشن من الليكوا العصب رقم 5 والتنسي سنسيشن من الكوردة تبعات العصب رقم 7. البوستيريو وان ثيرد بياخد من الجلوس فرنجيال ايرف سواء جنرال او تنسي سنسيشن بالموست بوستيريو بارت اوف ذا تام يبقى من الانترنال لانجيال اوف ايكس. يبقى ده سؤال مهم ويتجاوب ويتذاكر كويس جدا نفس اللعب اوف ذا تام. In general, we have the Rahmul Ben and Hamdulillah. Rabbi Yul wa yitabdu ni'mat Allah wa ta'asua. Mish ni'mat. Ma yinfa'ash ni'mat. Mish ala khalas ni'mat wa ta'asua. Bas ni'mat wa ta'asua. Mish ala khasya ni'mat. Mish ni'mat. Ay, ay, lats of bayt ta'atam. Mish kuma ta'am yinwa 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 هو اسمه ليكوال ارتري. والليكوال ارتري زي ما انتم عارفين ان هو كان بيدي ثلاث اجزاء، فيرست بارت وسكند بارت وثيرد بارت. السكند بارت بيدي سال ارتريز والثيرد بارت بيدي سب ليكوال والفيرست بارت بيدي سكر هاي. يعني دي ترانشات تايم. فيرست بارت بيدي سكر ارتري، سكند بارت بيدي دور سال ليكوال، الثيرد بارت بيدي جلاند اسمها سابليك والسيربريك جلاند. لكن بعد ما بيدي سابليك والسيربريك جلاند الارض يكمل على فكره لسه بينطبق عليكم بالجيب لينجوال ارض او فاردا لينجوال ارض. التكمله بعد الثيرد بارت دي ليها اسم كمان اسمها جيب لينجوال او فاردا لينجوال ارض. يبقى باختصار الضم بقى ليه دور شطار. ادي الضم وادي العرض ده الفيرست بارت، ذيس از سكند بارت، ذيس از ثيرد بارت، لكن لسه ليكوال ارتري اسم الجزء ده الجزء الصغير يعني اسمه جيب ليكوال ارتري او الوفاردا ليكوال ارتري. البوستيريور بارت اوف ذا بارت بياخد من الدورسا ليكوال ارتري او ارتريز هم اثنين، والانتيريور بارت بياخد من الوفاردا ليكوال ارتري. يبقى اختار يبقى الطبق بياخد تو سبلاي من الدورسا ومن الجيم ليكوال ارتريز. الجينز رينج على فكره نفس الاسئله عشان بس نريح نفسنا. عندنا دورسال لينجوال مين وعندنا جيم لينجوال مين. دورسال لينجوال مين زي ما انا متوقع كده ان هما موجودين جيب للهايبروسس ماشيين مع السكند بارت
وبين دول ماشيين جيب للهاي بلسز مع السكن بتاعه. تو بيز بتعمل مع بعضهم في النهايه بيعملوا بين اسمه لينك وبين. وطبعا احنا عارفين ان اللينك ما بين بسرعه في الانترنت شكل فيه. لكن عندي برضك كويس غير دولسا لينك وبين عندي جيب لينك وبين زي العرب دولسا وديبا. الجيب لينك وبين هيتعمل مع الصاد لينك وبين زي العرب حطيت بار قدامك كويس صديق يبقى الجيب كويس مع اللي هو الصديق يعملوا بيز المره دي الكابري ويمشوا السوبرفيشال الهايبوسس. يبقى باختصار الطب بقى في بيز السوبرفيشال الهايبوسس وفي بيز الجيب الهايبوسس. البيز اللي ماشي السوبرفيشال الهايبوسس فيري هاي تكس الكابري هايبوسال. اما البيز اللي موجوده ابن الهاي بسس اسمها الغني كوميتاكس الكامبري السنه اللي بعده في الوضع. يبقى باختصار بقى في غني كوميتاكس ماشين سوبرفيشال وغني كوميتاكس ماشين دي. اللي ماشين دي عملوا الوبابين واللي ماشين سوبرفيشال بيصبوا في الوبابين. او في الانترنت جيوغرافي او في الكوميتاكس اي قطع موجود في الحته دي باختصار. لكن هي في النهايه بقوا في عندي في بيز سوبرفيشال وبيز دي السوبرفيشال ماشيه مع ودي ماشي مع السكن بار في جوال. لكن السؤال اللي ممكن طبعا يجي هو اللي فات الترنج. بعد اللي فات الترنج بتاع وانا عارفكم تركزوا شويتين على اللي فات الترنج عموما كويس في اي حته وخصوصا في مراكش عندهم اخر محاضره هتعملوها من الاثنين اللي فات الترنج او زي ما بليز ركزوا عليها شويه. ايه اللي فات الرينج بتاع الفرق؟ باختصار شديد جدا برضه بيقسموه يقول لك عندنا الانتيريور تو ثيرد والبوستيريور ثيرد. يبقى الطرق هنقسمه فرق مره ثانيه الانتيريور تو ثيرد والبوستيريور ثيرد. الانتيريور تو ثيرد ده هقسمه هقول لك التيب ادي واحد وبعدين هقول لك سايدز يعني الاثنين ادي اثنين بعدين هقول السنترال ادي ثلاثه. يعني هبتدي اقسمه كده. التاب ده هينزل الالكترونز الموجوده تحت البنت اسمها صار بنت الكترون. اما المارجنز نازلين على الالكترون الموجوده على الطب النيجرا اللي اسمها صار النيجرا. والسنتر زي ما انتم شايفين بيصب في الصب النيجرا من الناحيتين. يعني اللي على ناحيه واحده هيصب على نفس الناحيه، لكن اللي موجود في السنتر هيصب على الاثنين. يبقى لو انا ايه ببص كده على رسمه سبعه الاولها شويه بس مش مشكله لما اقولها هلاقي في عندي لينف نود اسمها صعب بنتر وفي عندنا لينف نود اسمها صعب بنتر. التب بتاع الطعم بيصير في الصعب بنتر. السايتس سواء سنتر او سايتس بيصير في الصعب بنتر. بس الفرق ان السايتس مباشره بتصير على لينف نود اوف ذا سيم سايت لكن السنتر بتصير في الصعب بنتر او بوث سايتس. من الصاب مانديبلا يعني اللي فاتت يمشي ازاي؟ يمشي الاثنين لينك رودز في غايه الاهميه، الكلام ده هناخده يوم ما يوم الاثنين بس مش هنبقى هاديين. يبقى عندنا هنا الاقي في عندي بين اسمه انترنال جيجلر. انترنال جيجلر بين ده محاط بلينك رودز اسمها ديب سيرفايكال لينك رودز. الاقي الانترنال بين كروز بعضلتين مشهورين قوي. posterior belly of digastric وعضلة الأوفاي سواء السوبر بيلي أو الانترميديت بيلي. فلاقي في عندي تو ديفرنس ليهم أساسين واحدة اسمها جاكيرو دايجاستريك جاكيرو دايجاستريك والثانية اسمها جاكيرو أومو هايويد ديفرنس. أقول إن الطبق من الاثنين اللي فات الرينج بتاعته بتصب في الصبغة دي اللي هتصب في الجاكيرو دايجاستريك وهتصب في الجاكيرو هايويد ديفرنس. تعرفوا حاجه مهمه ان كانسر ده مصيبه من المصايب اللي ربنا بيقول لاي حد يشيلها. كانسر ده مصيبه بتكلم بجد لان انت عشان تشيلوا الكانسر بتاع الدم طبعا غير انت هتشيل فرد ذيس از نو بروبلم يعني بطلت اشيل المادة معاها للاسف جمع او يمكن جنبيه مع